معنا الكاتبة هيك بكتابها الحلو كتير والرائع عن لبنان ودرب الجبل هنا الهبري. صباح الخير. صباح الخير، كيفك اليوم؟ الحمد لله. بدنا نحكي عن اميليان ستيبس، هالكتاب يلي كتبتيه بعد تجربة خطيه على درب الجبل، بعد ما سلكتي درب الجبل وكنت من اوائل الاشخاص لاول مرة بتقوموا بهذا الدرب. خلينا بالبداية نرجع نذكر المشاهدين، لانه نحن يعني على استضافات هيك متلاحقة مع اشخاص بخبرونا عن درب الجبل، من وين لوين، قد ايه بيمتد، أوكي. وكل هالامور. درب الجبل ببلش بعكار بالبيت، بيمشي على سلسلة الجبال الغربية وبينتهي بمرج عيون. طول الجبل 440 كيلو، بيمرق بتقريبا 75 ضيعة، وقيم جدا للبلد أنا باعتباري. نعم، شفتوا كثير امور حلوه، شفت كثير كمان هيك من الطبيعه وجبال لبنان، الروائع كنت عم تخبرينا عنها تحت الهواء. هو للصراحه يعني وقت ما قررت انه بدي اعمل هالنشاط هيدا، كان عندي مثل انتظارات او اكسبكتيشنز انه ايه، لبنان حلو كثير وجبال لبنان حلوين والناس مضيافين وهيك، بس التجربه بينتني انه نحن ما منقدر عن جد هالثروة اللي عنا إياها، وعنا يمكن فكرة شوي مختصرة عن مدى هالثروة الطبيعية والتراثية. فكان هو مشوار استكشاف لإلي، واكتشفت أنه عنا شيء مميز وثمين جدا، وأهم شيء بالنتيجة أنه لازم نحافظ عليه. فهذا هو الهدف من وراء الكتاب، انه نعرف الناس اكثر عن هالمدى الثروه اللي احنا عنا اياها وما مقدرينها صراحه. هلا انت كنت معوده خارج لبنان، عشت فتره بامريكا، انك تعملي هيك انواع من الهايكينج مارش بالطبيعه برا، وما بدنا نقارن نحن بين طبيعه برات لبنان وبلبنان، مع انه كمان يمكن بتقولي لبنان احلى من هو. انا يعني مغرمه بالاجمال على بالجبال وجبال امريكا، ويعني من زمان، مش من زمان كثير كمان طلعنا على كليمنجارو، كمان جبل مميز يلي فشايفه جبال حلوه. بس يلي بيميز نحن جبالنا اولا التنوع البيئي يلي موجود بهالمساحه الصغيره، هالتراث وهالتاريخ يلي نحن عم نمشي عليه على الدرب الجبل، يلي هو كتير قليل او نادر انك تلاقيه برا. ووقت ما الواحد يكون عم يمشي بيكون عنده نمط المشي بيسمح له يشوف الاشياء عن قريب، الزهور، الشجر، الروائح، بيصطف ناس هو ماشي، من الفلاحين لرعيان اهل الضيعه، فبيصير عنده احتكاك سوري انا اوقات ما بعرف بعبر مزبوط، مور انتيميت لهيدي الخبره. فعشان هيك بحس انه المشي كثير مهم، وبنفس الوقت مثل ما بيقولوا الكاربون فوت برنت زيرو، فما بنأثر لا على البيئه ولا على الهيدا الدروب يعني. نعم. من دون ما نأثر عليها. مشيت لأول مرة كنتوا شي ست أشخاص أو سبع أشخاص، أنت الوحيدة اللي رجعتي حاملة معك فكرة كتاب يلي تنفذ وصار هون موجود قدامنا. والكتاب بميزه كمان غير نصوصك اللي كتير حلوة اللي عم بتخبري فيها أنت عن اختبارك، انفعالاتك، يعني كل شيء، كمان فيها صور رائعة. ايه، انا حسيت انه هي الخبره كانت اكيد في الانطباعات الشخصيه، بس انه قد ما الواحد فسر بكلام الحكي غير الشوف. بس كمان الصور لحالها ما بتأدي، الصور لحالها بعد فتره بقول ايه هيدي الصوره حلوه، ايه هيدي كثير حلوه، بس ما بيكون عنده علاقة عاطفية مع الصورة. وقت ما هيدي الصورة بترمز لشيء، هالشخص عنده ضيعة، عنده مهنة، عنده مشاكله، بتنظري لصورته بغير طريقة، بيكون عندك ساعتها صلة أكثر، بتحسي فيها أكثر، بتحسي فيها أكثر وبتعني لك أكثر. وهذا الهدف من وراء، يصير واحد عنده أولا فخر ببلده ويكون عنده صلة عاطفية
مش بس انه بوست كاردز وصور حلوه، لانه فيك تشوفي صور حلوه وين ما كان، بس ما بيكون لها معنى عاطفي. هلا انت اجتهدتي لحتى تخلصي الكتاب بظرف سنه ماكسيموم. نعم. شو رمزيه السنه لك بعد ما مشيتي درب الجبل؟ هي الثرو ووك اللي انعملت بال 2009 كانت اول ثرو ووك للدرب الجبل. فأنا حسيت أنه بيكون له معنى كتير رمزي ومهم أنه الكتاب ينعمل له اللونش على على الانيفرساري تبعت هيدي المشوي. فيعني ما كانت سهلة أنه أعمل هالكتاب بالسنة، بس بفتكر أنه كانت مهمة جدا، والحمد لله أنه لقينا نتيجة ولقينا ردة فعل كتير حلوة للكتاب. يعني هلا شو أهمية الكتاب للأشخاص يلي بدهم يعملوا درب الجبل يطلعوا عليه قبل يكون معهم موجود، ولا يلي مش قادرين يعملوا درب الجبل كمان فيهم هو يكون الكتاب معهم؟ هو الكتاب منه دليل، في دليل عملته جمعية درب الجبل اللي هو موجود عندهم، ممكن أي واحد يشتري، وبيحكي لك بالتفاصيل عن كل المعلومات بالنسبة لكل مقطع من الدرب. هو 26 مقطع وفي 26 بامفلت بتحكي لك بالتفاصيل. الهدف من وراء الكتاب مش دليل، الهدف الانطباع الشخصي للدرب. هلا الكتاب يعني اكيد هاويين المشي رح ينبسطوا فيه، بس مش الكل قادر يمشي، صح، او مش الكل راغب يمشي. فهيدي طريقة أن الواحد يكون عنده شوية نظرة لهالتجربة هاي من دون ما هو شخصيا يطلع على الدرب ويمشي. فهي للكل يعني بالنهاية، مش بس مشان هاويين المشي.